هذا وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 400 عنصر من المقاتلين الأوكرانيين وتدمير عشرات الدبابات والمدرعات الخاصة بالقوات الأوكرانية نتيجة ضربات جوية وصاروخية ومدفعية روسية خلال اليوم الماضي. ووفقا لوزارة الدفاع الروسية فإن صاروخا عالي الدقة أطلق من منظومة باستيون الساحلية ضرب مطار أرتسيز في مقاطعة أوديسا مما أدى إلى تدمير محطة التحكم بالطائرات من دون طيار. من جهة أخرى أعلن حاكم منطقة لوغانسك التابع لسلطات كييف بأن القوات الأوكرانية فقدت السيطرة على قرية ميتلكينو الواقعة بالقرب من سيفير دونيتسك. وأضاف حاكم المنطقة بأن القتال مستمر في العديد من القرى حول سيفير دونيتسك وليسيتشانسك، مشيرا إلى أن القوات الروسية تكثف قصفها للمنطقة الصناعية في سيفيرودونيتسك وضواحي المدينة. عماد الأطرش مفادنا إلى كييف معنا. عماد، تفاصيل أكثر وأوفى حول المعارك الدائرة في سيفيرودونيتسك وفي شرق أوكرانيا مع سماع طبعا دوي مع سماع هذه الصفارات، صفارات الإنذار في العاصمة كييف. تفضل عماد. صفارات الإنذار، نعم، هناك إطلاق صفارات الإنذار هنا في العاصمة الأوكرانية كييف. بالعودة إلى خبر بشأن الاتهام الروسي لأوكرانيا باستهداف منصات نفط بالقرب من شبه جزيرة القرم، طبعا لم يصدر بعد تعليق أوكراني بهذا الأمر. عادة ما تقوم رئاسة أركان الجيش الأوكراني بإصدار بيانها عند 6 بتوقيت كييف مساء أي 7 بتوقيت أبوظبي. حتى الآن لم يصدر أي تأكيد لهذا الخبر، علما بأنه عندما قامت أوكرانيا باستهداف الطراد الروسي موسكوفا قبل نحو أكثر من شهر من الآن أعلن عن ذلك، خاصة وأن أوكرانيا قامت باستهدافه بصواريخ أوكرانية الصنع. قبل قليل الرئيس الأوكراني زيلينسكي كان يشارك في منتدى أقامه مركز الأبحاث الإيطالي وقال بأن الحرب الروسية في أوكرانيا نحن نسمع طبعا دوي صفارات الإنذار في العاصمة كييف، وأنت تتحدث طبعا عن المعارك في شرق أوكرانيا وفي لوغانسك. فقط نريد أن نعرف، هل من النادر في العاصمة كييف سماع دوي صفارات الإنذار كما يحدث الآن؟ ليس نادرا بطبيعة الحال، نحن وصلنا فقط البارحة لليوم، الحياة شبه طبيعية في العاصمة الأوكرانية وهي ما تزال تسير بشكل طبيعي. ولكن قبل قليل نحن هنا في أحد الميادين الرئيسية في العاصمة الأوكرانية كييف تدوي صفارات الإنذار، ولكن الناس يتصرفون بشكل طبيعي إلى الآن فضيلة. شكرا عماد الأطرش، موفد سكاي نيوز عربية من العاصمة كييف. شكرا.